مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء المنتشرة كثيرا في البلدان العربية وخصوصا في مصر، وهو اسم له من المعاني الرفيعة والقيمة ما يجعل العديد من الأهالي يحبونه. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم رفعت. رفعت اسم علم مذكر من أصل عربي بتلفظ عثماني، أصله رفع، وهو مصدر للفعل رفع، ورفع في يرفع رفعة ورفاعة، فهو رفيع. يقال رفع فلان أي علت منزلته وشروف قدره، ويقال رفع جسده أي نحل ورق، والرفعة هو علو القدر وارتفاع المنزلة، المقام السامي، المكانة العالية ومرتبة الشرف بين الناس. وصاحب الرفعة هو لقب تعظيم كان في العهد العثماني في مصر. صفات حامل هذا الاسم: إنسان صريح مع نفسه ومع الآخرين، ويكره الكذب والمجاملات، يتحرى العدل والموضوعية في تعامله مع الآخرين، ذو خيال واسع ويمكن الاعتماد عليه عند الحاجة، يتميز بالصلابة والقوة في الشخصية مما يجعل الجميع يحترمه، إرضاؤه صعب ولا يتقبل النقد بأريحية، يشعر من حوله بالكبرياء والتعالي في شخصيته. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم رفعت؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.